الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتقبل طاعتنا يا أرحم الراحمين. اليوم نعمل كبة صينية من الألف للياء، تقطيعة حشوتها شلون بتكون متماسكة، شلون بتكون رقيقة، شلون منقدمها لضيوفنا قالب جميل بدون ما تفرط معنا أبدا. على طلب الصبايا عدت الفيديو، مختصر واضح جدا. شوفوا لي شلون عم بقسم الكبة بأريحية تامة، شوفوا رقة الكبة، أنا عم بقربع الكاميرا كتير لو تعرفوا لسه رقيقة على الواقع، رقيقة أكتر. البرغل عمقي، برغل الكبة مو السميسمة تبع التبولة، انتبهوا. خلينا نبدأ، مننقي البرغل ومننسفه، بعدين بجيب منشفة أو قماشة كتانية ببلها مي عادية من الحنفية وبفتحها بهالشكل، بحط البرغل وبعدين بطوي القماشة وبطبطب عليها بهالعملية، بتركها 5 دقايق بيعلق اشفي أوساخ عليها، بغسل هالخرقة مرة تانية وبكرر نفس العملية، برفع البرغل طبعا شايفين الغبار والوسخ، مرة تانية بكرر هالعملية مرتين. هلأ البرغل بدي أنقعه مع بصلة، معلقة صغيرة كمون، مع معلقة ملح، 3 أكواب برغل، بحط 1.5 كوب مي. يا صبايا أنا ما بدي، ويا شباب أنا ما بدي البرغل يغرق ويسبح بالمي، أنا بدي يتبلل، شايفين ما في ميات، لأنه أثناء العمل أنا رح أحتاج ماء، بريحه 1/2 ساعة. هلأ أنا بدي أخفق الهبرة، بدي بهار أبيض، هذا هو، ما بكتروا، ربع معلقة. يا ريت الهبرة طبعا ما فيها عروق دهنية، طالعية جزء متلجة. بدي أحط بهار حلبي، رشة قرفة، بهار الأبيض وملح بشد قوامه، وبدي أحتاج يا صبايا التلج، ويا شباب الماء البارد، هو اللي بده يحافظ على لون الهبرة وعلى طعم الهبرة وعلى لون الهبرة. حطيت 3 معالق مي باردة، 4 مكعبات تلج، مجرد ما لفت على بعضها خلص أخذت مزيج كريمي من أروع ما يكون، بحطه في الصحن وبالبراد. بدي كبة، أنا كبة حلبية أصيلة كانوا يدقوها بالهون، شايفين هالمزيج الكريمي وشلون لونه من أروع ما يكون، مثل الصمغ، رائعة يا صبايا بتجنن. هلأ بدي أعمل الحشوة، معلقة دهنة، بدك سمنة براحتك بس زيت اوعك تستعملي لي زيت، بدي جنح بصل يا صبايا، بتقضي على أي زنخة في اللحم، ممكن تحطي ورق غار، ممكن تحطي حب هال، انت حرة، هاي بتعطيها طعم من أروع ما يكون. دايما بقولوا لي خالي دلال كبتك مميزة. حطيت بعد ما أخذت لون بني اللحمة، حطيت ملح وبهار، بعد ما تبرد تماما بحط 3/4 كوب جوز مفروم ناعم. يا صبايا كل نوع كبة إلى مكسراتها، مو الشطارة أنه نكتر مكسرات. بعد ما تبرد ممكن تحطي صنوبر تمام من أروع ما يكون، البعض حط لوز، أنا بحبه شخصيا بحبه، بس ما بحب المكسرات الكتيرة. ارتاح البرغل 1/2 ساعة، هلأ بدي أديره دورين يا صبايا، دورين أثناء العمل ببخه، شوفي شلون عم ببخه، هيك بخاط مي باردة، مي سخنة ما بدنا نستعمله أبدا. هلأ بنزل البرغل مفرفد يا صبايا، رفعت أنا جزء بسيط، بدي أعمل كبة مقلية، بحط للكيلو برغل 1/4 كيلو هبرة، هاي بحط للكيلو برغل 3/4 كيلو هبرة، مشان ما أتعب حالي بفرفده للبرغل وقت بنزل تاني دور، وبدخل الهبرة وبديره دور ثالث، بطلع تمام. هلأ بدعك ودعكة خفيفة، عجينة الكبة جاهزة يا صبايا، هاي بتصير للكبة المبرومة، بس شوي زيدي الهبرة لكل شيء من عدا الكبة المقلية. هلأ أنا بدي أعمل كبة صينية من أسهل ما يكون للمبتدئين، للشباب وللصبايا. أول شيء بدها نص صينية سمنة ألمنيوم تيفال حرة، وبحطها في البراد، بدي إياها السمنة تكون باردة بالصينية. بجيب كيس نايلون تمام يا صبايا، بفردها، بحط الكرة على كيس النايلون، ببلل بالتلج مي الباردة، ممكن بصحن ممكن بشوبك،
باخد مقاس الصينية وبرفع كيس النايلون واشفي زوايد برفعها بالاسباتولا بالسكينة. انتي حرة جود بالموجود. شوفي هلأ ما اسهلة، بطبق الصينية وبخفة من خلال كيس النايلون نعمي وطرقي الكبة. كل ما طرقتيها بتلاقيها بتثبت أكتر، تدبق أكتر، هي مثل الصمغ أصلاً. أنا ما غسرت المادة الصمغية تبعتها أبداً بغسل البرغل نهائي. هلأ بحط رشة بهار بياض بيضة يا صباي، بياض بيضة. الخبيرة ما بدها، أنا حطيتها كرمال المبتدئات. بياض بيضة بحط لها رشة بهار وبحطها وبدهن عجينة الكبة فيها. هلأ بحط اللحمة، تتركي على الحواف 2 سنتي، بدنا نلزق الكبة نحن، إذا تحتها لحمة ما بتلزق. ورديت بعد ما فردت الحشوة حطيت مسامير هبرة، يعني يا دوب إيش بدي أقول لك، معلقة وحدة مثل مسامير، هدول بسميهم مسامير بلزقوا التيكو. حطيت كمالة بياض البيضة وهدول المسامير الهبرة الصغيرة، حتى كبابي ني بتصير. من كيس النايلون بضغط بكف ايدي يا صبايا، عم بضغط. هلأ بنتقل للتاني، باخد الكرة كمان نفس ما عملت بأول مرحلة، من خلال كيس نايلون بالشوبك أخذت المقاس، لا بقطع ولا بقسم ولا شي، بخفة يلا طبش. هلأ بضغط من كيس النايلون، من خلال كيس النايلون، لا تعذبي حالك، ودائما حطي ثلج، بللي ايدك ثلج، طرق خبطي طرق، فشي قهرك طرق. بمسد، شايفه شلون بمسد الحواف بالمي البارده، ببلل ايدي مي بارده، الثلج دائما جنبي ثلج، شايفه بقلب الصينيه ما بقى بتنزل، صارت مثل الصمغ. هلا يا صبايا بشمع سطح الكبه. شو معناتها التشميع؟ باخد يعني معلقة الشاي هبرة وبشمع سطح الكبة. هالعملية هاي بتفيدك كتير وقت اللي بتفرزية، وقت بيجي الماء، بيجي الماء على الهبرة ما بيجي على البرغ اللي بتنفض، تمام يا صبايا؟ تشميع ختم. هلأ بدي أقسمة، شمعة جوزي هو اللي عم بيقسمة. أنا منزلت لكم طريقة سهلة موجودة، اللي بيحب يتعلمها موجودة بقناتي تقطيع الكبة الصينية. هون جوزي اللي عم بيقطع، جنبك مي وتلج. أول شي بتمصصي 4 نصاص، بعدين أرباع، النص بتقسمي بالنص. كبري الصورة وامشي خطوة بخطوة، ممكن تتدربي عليها ترسميها على ورقة وبعدين تعمليها على عجينة تدربي عليها. أنا اللي مقطعتها بقناتي بفيديو موجودة أسهل من هاي. منزلة شكلين بالقناة وهذا الشكل الثالث. نحن بدنا نفيد الشباب، الشباب زعلانين مني لأنه عم بقول دايما صبايا هذا له كلام، بشوف عيون ابني، عيونكم والله. يعني أي شاب وقت بقلي خالي ما بتذكر غير ابني بالغربة. شايفين يا صبايا سهل سهل، ما تخافوا ابدا ابدا ابدا، سهله. مجرد ما يكون في انسان عم بيعلم صح وبحب وبمصداقيه تامه رح تتقبليه بحب، وفورا تروحي على المطبخ وتجربي. بعمرك ما تستهيني بقدراتك. انا تجوزت عمري 17 سنه وكنت كتير مدلله، ما بعرف شيء ابدا ابدا، كنت عم بدرس. شايفين يا صبايا التقطيع سهل جدا جدا.
بدي ألفت انتباهكم لشغلي. السكينة نحن وقت عم نقطع ما منجور عليها لتحت لتحت. أنا بدي هلأ انتبهوا وقت دا أقلب الكبة بتشوفوا الكبة من أفاها كأني مالي مقطعتها. هون التكنيك، هون سر النجاح. عم نغطس السكينة بالمي الباردة، بس أنا ما صورت كهن الكاسة، شايفينها؟ ما تخافوا لو نفضت شي بسيط بتلزق بعدين، لأنه بقى الكبة بعد الخبز لازم تتركيها تبرد. أوعك تقلبيها وهي سخنة، أوعك بتفرط معك. بجد بحس بنفسي وقت بشوف صبية من خوفة وقت بصير عندها عزيمة بتحط الكبة الصينية مثل ما هي. أكتر الناس بيحطوا الكبة الصينية مثل ما هي بالصينية، بحطوها من خوفهم ليقلبوها وتفرط معهم. صبايا الكبة الدراويش اللي بدون هبرة، اللي بهبرة، اللي بخبز، سوار الست، الكبة المبرومة، كله موجود. أي وصفة بتخطر في بالكن بس اكتبوا اسمي جنبها بتطلع لكم. لو ما اشتركتوا بقناتي رح نساعد بإذن رب العالمين. قال القبول من الله والرزق من الله. صبايا الكبة الصينية بتحب السمنة كتير، البعض يرتعب يقول يا بتطلع ناشفة يا صبايا. عطية سمنة صح بتاخدي كبة طرية. وسر النجاح الدهنة، بحط معلقة دهنة بتعطيها طراوة من أروع ما يكون. هلأ بتشوفي شلون زينت أنا بالفستقات، قسمتهم بالنص بهالشكل، كتير بقول بهالشكل ما أنا مو مهنتي مدرسة وقت منحط إيضاحات للطلاب بهالشكل بهالشكل. شايفين الدهنة يا صبايا؟ بفرفدها هيك معلقة صغيرة، وبعدين معلقة سمنة أول وحدة وتاني وحدة. وأثناء شوية إذا شفتيها غبت السمنة بتردي بتحطي لها سمنة، بتاخد نص ساعة. هلأ شوفي شقر الحواف، برجع على الفرن، بشعل النار من فوق، يعني بترك النارين سوا لأنه ما بتاخد شي، بس انتبهوا عليها وما تلتهي بالفيس. شايفة شلون بهزة؟ هذا سر النجاح، بهزة الكبة ما لزقت رغم أنه الصينية ألمنيوم. هلأ بقلبها بخفة ورح نشوف السحر، السحر والروعة. شايفة يا صبية؟ شايفة شلون؟ ما بتحسي في تقطيع ابدا ابدا على السطح. هلا بقلبها ويا عين بتجنن. شوفوا السحر. هي ورق الزبده حطيتها، بتغب اشفي دسم بتغبه، بنفس الوقت بتمسك وقت اللي بدي اقلب. بزينا بفستق، معلقه فستق وحده او معلقتين، بتكسريها بتطحنيها بالشوبك بالماكينة، ما في مشكلة بتزينيها. وفعلا يا عين صبي دمع، كبة حلبية أصيلة متماسكة قالب جميل. اللي بيحب يتعلم يدخل قناة خالي دلال، رح يصير ملك في فن تحضير الكبب الحلبية بأنواعها كلها. نحن منزين الكبة بصينية بلوز مو مشان الطعم فقط، مجرد ما أخذت استواء معناتها عطتك دليل قاطع بأنه الكبة أخذت استواء ونضج فعلا ولا أطيب.